بين الاختلافات والخلافات وفي الزمن الفاصل بين الهجرة والنزوح، رغم الاتفاقيات والتسويات والمفاوضات، وبحكم الأرض والتاريخ والقادم من الأيام، لابد أن تجمعنا تقاطعات مهما اختلفت بنا الطرق لتأخذنا إلى طريق واحد هو المسار الإجباري نحو سوريا التي نريد والتي نحلم. تقاطعات سورية. الأسد من أمامكم والحدود من خلفكم والسماء في طائراتكم، هذا هو حال ربع مليون سوري على الأقل تركوا منازلهم بريف إدلب خلال أسبوعين، أرقام تفصح عنها الأمم المتحدة وفرق سورية محلية تنشط على الأرض. مع هدير الطائرات، مع كل القصف وذوي المدافع، يخرج صوت سوري يدعو أهالي إدلب للانضمام إلى مناطق من المفترض أنها آمنة. مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية من شمال شرق سوريا يوجه الدعوة إلى أهل إدلب للهروب للدخول إلى مناطق سيطرة قسد. فهل هذه الدعوة لاقت فعلا صدى على الأرض؟ كيف يراها أهل الأرض نازحون ومقيمون ومهجرون؟ هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة من تقاطعات، وأرحب مباشرة بضيوفنا في هذه الحلقة: الكاتب الصحفي نورس العرفي، والناشط من مدينة الرقة خلف الملة، ومراسلنا مصطفى أبو عرب. قبل أن نبدأ النقاش، نستمع إلى ما قاله مظلوم عبدي موجها الكلام إلى أهل إدلب. وراحت ضحية ارتباطات، يعني لأن القوى الموجودة هناك سواء كان القوى السياسية أو الجماعات المسلحة الإرهابية هي ارتباطاتها بالسياسة التركية واعتمادها عليها، ولهذا نحن نشارك يعني نشارك الشعب الأدلبي همومهم وكل آلامهم ومعاناتهم. بهذا الخصوص نحن نعرف الآن أن الشعب الأدلب يتعرض للتهجير مثلما تعرض الشعب هنا للتهجير، ولكن نؤكد بأن تركيا ليست الحل، الهجرة إلى تركيا ليست حل، أو النزوح إلى تركيا ليست حل. نحن أبوابنا مفتوحة للشعب المدني اللي في 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 أدلب. لدينا هنا قوات مسلحة، قوات عسكرية وفصائل عسكرية من الأدلب، من أبناء الأدلب، مثل جيش الثوار، مثل اللواء الشمال الديمقراطي، منضمين تحت راية القوات السورية الديمقراطية، عائلاتهم موجودة هناك، أقاربهم موجودة هناك، الشعب الأدلبي بشكل عام يعني الآن يعانون من المعاناة التراجيدية كبيرة. أبواب شمال شرق سوريا مفتوحة لهم، نستطيع أن نستقبلهم في المعسكرات الموجودة هنا في 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 هذه المناطق، ويمكنهم أن يأتوا إلى عند أبنائهم المقاتلين في هذه المنطقة، وسيكون يعني حل مشكلة أدلب ضمن إطار العام للحل مش مشكلة سوريا بشكل عام. كلام إذن مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية مخاطبا أهل إدلب، وفي ذات الوقت ربما مخاطبا جميع السوريين. دعونا في البداية نسأل مراسلنا مصطفى أبو عرب. مصطفى، أنت الآن بريف إدلب، هل وصل صوت مظلوم عبدي، هل وصلت هذه الدعوة حيث أنت إلى أهالي إدلب، إلى السكان، إلى المدنيين؟ نعم، إذن الكل سمع بدعوة مظلوم عبدي والتي وجهها لأهالي إدلب الذين قوات الأسد وميليشيات الروسية والحملة الروسية التي تشنها على منطقة معرة النعمان وأرياف معرة النعمان، طبعا وذلك بالتنسيق مع كما وصفها القوات الإدلبية المنضوية تحت ميليشيات قسد. ولكن من خلال تواصلي مع نشطاء إعلاميين في ريف حلب
في عفوا في ريف إدلب من معرة النعمان، أن الأهالي قد رفضوا قطعا الذهاب إلى مناطق سيطرة قسد بحكم أن قسد يعتبر شريك رسمي لقوات الأسد، وخاصة بعدما دخلت قوات الأسد إلى مناطق الشرق السوري، إلى مدينة، إلى دير الزور، وإلى مدينة الرقة، وكذلك مدينة الحسكة كمناطق سيطرة قسد عموما. طيب، سأنتقل أو سأعود معك بعد قليل مصطفى للمزيد من الإيضاح، لكن أستاذ نورس العرفي الكاتب الصحفي، هذه دعوة صادقة من مظلوم عبدي أم هي ربما مجرد كلام في السياسة لاستغلال لحظة سياسية ميدانية عسكرية مثل هذه؟ بداية أرحب بك زميل قصي وبكل مستمعي راديو وطن، وتصحيحا فقط العرفي وليس أنا العرفي. دائما ما أخطئ في كنيتك أستاذ، يعذرني. لا مشكلة. بالعودة إلى السؤال، حقيقة قوات قسد تتخبط، وهذا التصريح هو عبارة عن تصريح سياسي فقط لاستجلاب المزيد من التعاطف مع هذه القوات. ما فعلته قسد كما تفضل الزميل مصطفى قبل قليل، ما فعلته قسد بدير الزور وبالرقة وما تفعله الآن يعطي دلالة واضحة، يعطي صورة لا تحتمل التأويل عن قسد. ما هي قسد وكيف تعامل المدنيين وكيف تتعامل مع الذين هم في منطقتها وخاصة من العرب؟ طبعا عندما أقول قسد لا نقصد قسد كمكون عسكري، لا نقصد الأخوة الأكراد بشكل عام، عشنا مع الأكراد سنين وهم أخوتنا وهم من الفسيفساء السورية حقيقة. نحن نتحدث عن ذلك الفصيل، عن قسد، عن نتحدث عن فصيل عسكري هو يمثل نفسه طبعا، لا يمثل الأكراد. إذن المطالبة التي قالها مظلوم عبدي هي عبارة عن محاولة سياسية لاستجلاب المزيد من الدعم. انظروا، نحن نطلب من الأهالي أن يأتوا إلى مناطقنا، نؤمن لهم بالفعل لو دخل، لو عاد أي شخص، أي شخص يعني، ولو أني أستبعد أن يذهب أي شخص إلى مناطقهم، لو عادت أي 10 أشخاص لوجدناهم يستغلون ذلك إعلاميا ويصورون ويؤمنون الخيام أو يؤمنوا حتى المنازل والمأوى لاستغلال ذلك إعلاميا طيب ابقى معي لو سمحت أستاذ نورس، سأعود أكيد للمزيد من التفاصيل معك. سأنتقل إليك الناشط المهجر من مدينة الرقة خلف الملا. خلف، لابد أنك سمعت ما قال مظلوم عبدي وأنت مهجر من الرقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. ما أول شيء خطر في بالك عندما سمعت هذه الدعوة؟ صباح الخير لجميع المستمعين، صباح الخير لكم، صباح الخير إن شاء الله على إدلب وكل الساكنين المهجرين بإدلب وريف حلب الغربي، والخير إن شاء الله من قصف طائرات النظام والحليف الروسي وقصف تصريحات مظلوم عبدي. بداية، مظلوم عبدي لما يذكر إلى مناطقنا فهذا يعني هذا تزوير بالحقائق، اللي هي ليست مناطق مظلوم عبدي، هي مناطق سكانها من العرب والأكراد والآشوريين والسريان، نعم، لكن ليست مناطق تنظيم قسد اللي نص مكونه هو من أتراك قنديل، عفوا، من أتراك ومن قنديل اللي بالعراق. فهذه ليست مناطق لا قنديلية ولا تركية، هي مناطق سورية بحتة. طيب، بس لكن هي يعني تنويه أنت خلف على مهجر من مدينتك تستمع إلى نعم قائد عسكري يسيطر على المدينة التي أنت فيها يدعو للعودة، ألم ترى أي تماما ربما بارقة؟ ألم ترى أي فرصة؟ هل لديك ما تشارك به على الأقل المدنيين في إدلب حول ما يحدث في المناطق التي هي مناطقك، مدينتك؟ يا هل ترى مظلوم عبدي لما يطلب من اي سوري من خارج من الرقه انه يجيب كفاله ليدخل او يمر مرور، يا هل ترى هاي الكفاله توحي، او الشخص هذا اللي بيطلب كفالات من الناس ليدخل الرقه، يا هل ترى هو راح يدخل من غير محافظات؟ هذا الكلام مثل ما ذكر الاستاذ، هو مناوره سياسيه، هو عمليه يعني بداخل حاله يضمن انا موجود، الارض اللي مسيطر عليها موجوده، انا قابل اكون جزء من اي تسويه لاحقه، انا جاهز اني
حتى انافس الاتراك بانه انا عندي منطقه امنه. انا كشخص من الرقه مهجر وما استطيع العوده لانه القوات اللي موجوده اللي هي عمادها الابوتشيه تعتقل كل حدا، كل حدا بناصر الثوره السوريه، كل حدا بناصر المناطق الدب. ناصر الثوره ما بذكر بناصر فصائل معينه. طيب. اي حدا بيرفع علم الثوره او بيعني او ولاء للثوره هو شخص مطلوب، لانه هم الجماعه مظلوم عبدي يعني يترأس يعني فصيل او يترأس قوه عسكريه هي تم انشائها، اقصد ال البي كي كي اللي هو يعني ممثلينه بال اي واي دي اللي هو تم انشاؤه من الاسديين. طيب. وتدريبه. خلف لو سمحت ابقى معي، ابقى معي خلف الملا لو سمحت. لابد ان نشير الى اننا كان من المفترض ان يكون معنا الصحفي السوري الكردي لواند علي للمزيد ربما ووجهة نظر مهمه كانت ستكون في هذه الحلقه، لكن للاسف فقدنا الاتصال عند ساعه بث هذه الحلقه، لا نعلم الاسباب، عسى أن يكون خيرا. أعود إليك مصطفى أبو عرب مراسلنا، مراسل وطن اف ام. اليوم تعطينا فكرة عن وضع المدنيين في إدلب مع كل ما يحدث عسكريا وميدانيا. يعني كنا عم نسمع من فترة وهذا يومي أنه الناس عم تحاول تدخل تركيا، عم تقرب على مخيمات بالقرب من الحدود السورية التركية. اليوم كيف الصورة؟ كيف حركة الناس؟ كيف حركة النزوح؟ نعم قصي، فقط لإيضاح قبل أن أدخل في هذا الموضوع، أريد أن أؤكد أنه لم يذهب أي مهجر أو نازح من معرة النعمان أو من أريافها أو من جنوب إدلب إلى مناطق سيطرة قسد، والسبب الرئيسي في ذلك أن هؤلاء المدنيين هم فروا من بطش قوات الأسد، وهم يعتبرون قسد هي شريك الأسد، فكيف يهربون من الأسد إلى مناطق سيطرة الأسد مجددا. أما بالنسبة لأوضاع المخيمات، وحسب منسقو الاستجابة وفي إحصائية صدرت هذا اليوم، قرابة 300 ألف مدني قد فروا وهربوا بأرواحهم نتيجة القصف الروسي الذي تشنه الطائرات الحربية، إضافة للحملة البرية العنيفة التي تستهدف ريف معرة النعمان الشرقي والريف الجنوبي لمعرة النعمان. طبعاً تركز هذا النزوح أو وصل إلى المناطق الحدودية مع تركيا إلى 17 مخيماً حسب ما تم إحصاؤه من قبل فريق منسقو الاستجابة. أيضاً وصلت عائلات نازحة إلى مناطق درع الفرات ومنطقة غصن زيتون، مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريف حلب الشمالي. أيضاً هنا صدرت قوائم عن المجالس المحلية في ريف إدلب الشمالي وريف إدلب الغربي. فعلى سبيل المثال في مدينة كفر تخاريم لوحدها وصلت 600 عائلة من مدينة معرة النعمان. تركزت هذه العائلات حاليا في منازل غير مجهزة، تحتاج إلى أبواب، تحتاج إلى نوافذ. طبعا أيضا هناك وصلت عائلات إلى منطقة سلقيم، منطقة عزمارين، أيضا إلى منطقة جسر الشهور، والتي تعتبر أنها منطقة غير آمنة ومنطقة محاذية لمناطق سيطرة ميليشيات الأسد والميليشيات التابعة لروسيا بريف إدلب الغربي. طيب. خليك معي مصطفى لو سمحت. أستاذ نورس، حركة نزوح كبيرة في الأسابيع الماضية، بس قد يسأل أحدهم أين تذهب الناس؟ يعني تركيا لم تعد قادرة ولا تريد استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، الحدود أساسا غير آمنة والطريقة الوحيدة هي طرق غير شرعية، ألا تأتي دعوة مظلوم عبدي رغم أهدافها السياسية ربما كطريق أخير أمام السوريين؟ هل يمتلك السوريون في شمال غرب سوريا طريقا آخر؟ حقيقة سؤال بمحله، ماذا يفعل السوريون الآن في ظل تلك الهجمة، في ظل القصف العنيف من قبل القوات الروسية وقوات النظام؟ أين يذهبون؟ إدلب البقعة الجغرافية فيها ما يقارب 4 ملايين، فأينما يذهبوا سيجدوا ازدحام، سيجدوا مناطق مكتظة بالسكان، يصعب فيها تأمين متطلبات الحياة اليومية. حقيقة هذا أمر غاية في الأهمية ويحتاج لتحرك دولي. بالرغم من ذلك أستاذ قصي، وبالرغم من التضييق، وبالرغم من ضيق الأرض بما رحبت على هؤلاء السوريون أو على هؤلاء السوريين،
نجدهم لم يستجيبوا لتلك الدعوة، لم يذهبوا إلى مناطقهم، إلى أرضهم. الآن تلك المناطق في ريف إدلب وفي المناطق التي تتعرض للقصف، هناك ناس من الرقة، هناك ناس من دير الزور، هناك ناس من الحسكة، لكنهم لم يعودوا حتى إلى مناطقهم، إلى بيوتهم. أؤيد ما قاله ضيفك الكريم بأن الناس تعلم بأن قسد هي تابعة لنظام الأسد، وبأنها تقف مع نظام الأسد، لذلك لا يذهبون إلى تلك المناطق. حقيقة تقطعت بهم السبل، هم يذهبون إلى مناطق أقل أمنا، يعني مناطق لا تقصف، كما تفضل مصطفى، جسر الشغول بالرغم من عدم الأمان فيها، الناس تذهب إليها، الناس تريد فقط سماء لا يوجد فيها براميل، لا يوجد فيها قصف لتنزح إليها، وهي تعلم بأنه يمكن بعد فترة أن تقصف المناطق التي نزحوا إليها، لكن ليس باليد حيلة. ماذا يفعلون؟ وحتى يعني حتى تركيا لديها 4 ملايين، وهناك تصريحات كثيرة بأن تركيا لم تعد تستطيع الاستيعاب، تؤمن ما تستطيع تأمينه. الآن من خلال منبركم نوجه نداء إلى الأمم المتحدة، التي الآن حتى صرحت بأن الاتحاد الأوروبي صرح على روسيا إيقاف قتل المدنيين. ظهروا بإحصائية بأن النازحين حوالي 250، بأن 140 ألف طفل على الأقل من النازحين، 250 مدني قتلوا خلال تلك الهجمة من 12 ديسمبر. إذا الآن حتى تحرك المجتمع الدولي، حتى تحرك الاتحاد الأوروبي. لماذا تحركوا؟ هم تحركوا لأن ذلك بدأ يأخذ أصداءه على الإعلام، وجد الكثير من الوقفات الاحتجاجية، وخاصة الجمعة المنصرمة. لذلك كان هناك هذا التحرك الخجول حقيقة. هم لا يلقون بالا لما يحصل في سوريا، هم الذين يعطون نظام الأسد، لا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن هذا الواقع، هم الذين يعطون طيب نظام الأسد الضوء الأخضر لقتل المدنيين. طيب إذا يجب تحرك أممي، تحرك عربي على الأقل، لإيجاد مأوى لهؤلاء الناس. طيب ابقى معنا أكيد أستاذ نورس. خلف، قد يسأل البعض، أنت مهجر من الرقة تقيم بشمال سوريا، بدي أسألك هيك بشكل صريح، هل المنطقة اللي أنت فيها اليوم أكثر أمناً من الرقة؟ ألا تمارس انتهاكات بحق المدنيين حيث أنت؟ أليس هناك سطوة أمنية؟ أليس هناك سقف منخفض من الحريات، من الحقوق؟ أليس هناك وضع اقتصادي يبدو أكثر من سيء في المنطقة التي أنت بها الآن؟ لماذا لا تعود إلى مدينة يعني على الأقل هناك فيها استقرار اقتصادي وأمني نسبي؟ تماما استاذ، من سؤالك استخرج الجواب. كل ما ذكرته بالمنطقه الموجوده من انخفاض سقف حريات، من قصف، انا مقيم في الاتار على التحديد، وهي منطقه تحت تقصف دائما، ومن انخفاض سقف حريات، يعني القصف قد يكون باي لحظه، الوضع الاقتصادي متعب جدا جدا الفتره الحاليه، ولكن يوجد بالمنطقه شيء من الحريه، وهذا بصدق. ولو أن مناطق اللي تسيطر عليها قسد فيها شيء من الحرية يفوق هذا المجال، ممكن تكون وجهة نظرنا، أو أنه نفكر بالعودة. خلف، الحرية قبل وكلامي الأمان؟ دقيق، لكن عفوا، الحرية بالنسبة لك قبل الأمان؟ لا، هي مرتبطة مع بعض. تصور بأنه إذا أنت تكون بالرقة وانتقدت انتقاد بسيط، قد يعني بأي تهمة أنك داعشي، أو أنه أنت مناصر لدرع الفرات، مباشر درع الفرات، يعني ما أنه أنت مناصر للثورة، درع الفرات ويعتقلونك. فإذا الحرية مرتبطة بالأمان. فأنا شخص أكيد أتمنى أني أرجع لمدينتي ولأهلي، ولكن لما يكون سقف الحرية معدوم بالرقة، وأنا مسؤول عن كلامي، وهون شيء من الحرية مشان ما أزين الدنيا، لكن الوضع بالرقة أنه أنت بدك تروح نفس ما كنت ايام النظام، تاكل وتشرب وامان، لكن ما بتحكي ولا حرف. واذا انتقدت السلطه القائمه، انت شوفيني، انت داعشي، انت درع فرات، والى اخره من التهم. طيب، فانا بالنسبه لي المنطقه هناك هي تحت قمع النظام، يعني تمام مشابهه خلف. لقمع النظام، خليك معي لو سمحت، وقمع داعش. خليك معي خلف. مصطفى، انت كمراسل لوطن اف ام جلت على كثير من المخيمات في الشمال السوري، كان لك تغطيات من هذه المخيمات، شاهدت الأوضاع في هذه المخيمات. اليوم هذه المخيمات يصلها المزيد
من السوريين من مناطق ريف إدلب، بعضهم كان هو من يستقبل، الآن هو من يستقبل. من خلال عملك ومشاهداتك، الأمور رايحة إلى الأسوأ في هذه المخيمات؟ كيف وضع ما تقدمه المنظمات، ما يصل من مساعدات كمان؟ نعم، إذا قصي كما أسلفت سابقا أن المنظمات والجمعيات الإنسانية تعمل جاهدة على إيواء هؤلاء المهجرين والذين هجروا مؤخرا. طبعا قبل هذا التهجير كان هناك تهجير كبير، وقرابة 700 ألف نسمة قد هجروا من ريف حماة. هم ليسوا فقط من ريف حماة كما تفضل الأستاذ نورس العرفي، هم من كل سوريا كانوا موجودين بريف حماة باعتبارها كانت منطقة آمنة، كانوا متواجدين بريفي حماة شمالي والريف الغربي. طبعا بالنسبة لما تقوم به الجمعيات والمنظمات الإنسانية، هي عبارة حاليا عن مراكز إيواء، وهي موجودة فعلا بعدة مناطق بريف إدلب. كذلك أيضا ظهرت مبادرات، وهي مبادرات جيدة من أهالي، من كما يسمونهم أهالي الخير، في سواء كان في مدينة سلقيين، في كفر تخاري، في أرماز، وهذا ما شاهدناه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكما أخبرونا به الأصدقاء، وكما أنا أيضا شاهدته بأم عيني. طبعا أيضا هناك كما الذي شاهدته، وهو الذي يدل على ضيافة، على يدل أن الشعب السوري فعلا هو شعب مضياف ويتحمل ما وصل إليه من أعباء نتيجة هذا القصف، ويدل على تكاتف السوريين مع بعضهم البعض، سواء كان ابن دير الزور مع ابن حماس، سواء كان ابن حماس مع ابن دمشق. الخيمة الواحدة اليوم تسع لثلاث عائلات، وهم أصحاب لهجات متعددة، ربما اللهجة الحموية واللهجة الرقاوية تجتمع في خيمة واحدة نتيجة هذه الظروف المأساوية، وهذا ما شاهدته بيوم عيني. طبعا هناك ما زالت عائلات موجودة في العراء، هذا الأمر موجود فعلا. طبعا كم النازحين المهجرين هو كم كبير جدا، كما أخبرتك سابقا قرابة 300 ألف نازح، وهذا ما تم إحصاؤه من قبل منسقو الاستجابة، وما زالت سيارات النازحين تتدفق إلى مناطق الشمال السوري، وهي إضافية نتيجة ما قامت به روسيا وقوات الأسد من انقطاع لأجزاء من المحرر، سواء كان بريف حماة الشمالي والغربي وبريف إدلب الجنوب الشرقي. تمام مصطفى. أستاذ نورس عفوا، بدي أختم معك بنقطة. إذا بدنا نرجع لتصريحات مظلوم عبدي التي أطلقها في هذا الوقت تحديداً، حيث بدأت الضجة الدولية من أجل إدلب، القيادة في قوات سوريا الديمقراطية، الإدارة الذاتية، كل السياسيين الأكراد، ألا توافق على أنهم أكثر ذكاءً من المعارضة السياسية السورية؟ يعني بيعرفوا كيف يستغلوا أي حدث، ليس فقط في التصريح، إنما حتى في التحالفات التي بنوها، في العلاقات التي أقاموها عربياً ودولياً. هم اليوم حلفاء واشنطن، دول عربية تسعى لتحالفات معهم، أليسوا متقدمين بخطوات عن المعارضة السياسية السورية كما نعرفها كائتلاف، وسابقا كمجلس وطني، وحتى اليوم كلجنة مفاوضات؟ نعم، حقيقة أصنفهم بنفس الفئة، المعارضة السورية المترهلة التي حاولت أن تفعل شيئا. لكن لكي لا نضع اللوم فقط على المعارضة السورية، هناك الكثير ممن استغل الثورة السورية، ممن حولها من ثورة إلى ثروة واستغلها وركب الموجة، نحن نعلم ذلك. لكن بالمقابل هناك من المعارضة من عمل وما زال يعمل لنصرة الثورة السورية، لكن الثورة السورية هناك وقوف دولي ضدها، لذلك وصلت إلى ما وصلت إليه. هذا لا طبعا لا أنفي الأخطاء التي حصلت والمتسلقون الكثر الذين تسلقوا على الثورة بالنسبة للمعارضة. ماذا يختلف الوضع بالنسبة لقسد؟ وهذا سؤال غاية في الأهمية. قسد استخدمت كورقة من قبل أمريكا، وأمريكا استخدمت هذا المكون ليكون ورقة ضغط بالنسبة إليها، استخدمته في حربها ضد الحرب، طبعا ضد تنظيم الدولة التي هي عبارة عن كذبة. فمن أوجد تنظيم الدولة هي الدول المخابرات الدولية التي أوجدت ذلك التنظيم وجاءت بقسد لمحاربته. إذن قسد بشكل عام هي ورقة بيد واشنطن، هذا الأمر هو الذي قوى. بس أستاذ نورس، ما لهم لاعبين سياسة يعني إذا هيك بدنا نقوله؟ لا أبدا. عندما ظهر تصريح ترامب بأنه سيتم الانسحاب من سوريا،
ذهب وفد من قسد إلى فرنسا، حاول استجداء فرنسا، حاول أن يجد البديل لواشنطن لأمريكا، لم يتمكن من ذلك. هو يحاول أن يفعل، أن يختنص الفرص، لكن بشكل عام ليس لديهم السياسيين المحنكين. الدليل بأنهم لم ينجحوا بإيجاد بديل لأمريكا عندما صرح ترامب بانسحابهم من سوريا، وبدأوا يلوحون بورقة العودة لحضن الأسد، لنظام الأسد، التعامل مع نظام الأسد. هم يحاولون اقتناص الفرص، كأشبههم بنظام الأسد. نظام الأسد أيضا ليس لديه إعلام قوي، ليس لديه السياسة القوية، هو ينفذ ما يطلب منه. روسيا تقول له افعل كذا، مثل ما حصل بصورة الطفل التي انتشرت في العالم والتي أخذت صدى. حركته روسيا بأن يذهب إلى أهله وقل بأن الإرهابيين هم من نعم قاموا بقصف المكان. إذا أستاذ، بالنسبة للنظام، بالنسبة لقسد، هم ينفذون ما يطلب منهم. وحتى هذه الخطوة، حتى إن كانت شخصية، فأنا أرجح بأنها طلب منه أن يقول ذلك، أن يفعل ذلك. حقيقة التابعون بالنسبة للجميع، لا أريد أن أخصص، لا يستطيعون أن يبدعوا، أن يوجدوا أمور بالفعل تخدم القضية، طيب لأنهم يأخذون الأستاذ نورس، التعليمات من مشغليهم. وهذا الأستاذ نورس ينطبق للأسف العرفي، على معظم المعارضة وعلى قسد أيضا. الأستاذ نورس العرفي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. مراسلنا مصطفى أبو عرب، شكرا جزيلا لك. وأيضا الناشط والمهجر من مدينة الرقة خلف الملة، شكرا جزيلا لك. في الحلقة القادمة من تقاطعات سنناقش هل دمشق فعلا مدينة شبيحة؟ هكذا تنتهي حلقة اليوم، إلى اللقاء. بين الاختلافات والخلافات، وفي الزمن الفاصل بين الهجرة والنزوح، رغم الاتفاقيات والتسويات والمفاوضات، وبحكم الأرض والتاريخ والقادم من الأيام، لابد أن تجمعنا تقاطعات مهما اختلفت بنا الطرق، لتأخذنا إلى طريق واحد هو المسار الإجباري نحو سوريا التي نريد والتي نحلم. تقاطعات سورية.